صباحية. يوم جديد فيه أحداث وقرارات مطمئنة، وفيه وقائع مقلقة ومربكة. بين الطمأنة والارتباك واجب الإعلام أنه يحاول أنه يسترشد بالشخصيات، بالتاريخ، بالأفكار اللي ممكن تنير الطريق أو على الأقل تلقي الضوء على ماضي فيه أخطاء وفيه إصابات. نحن على موعد على الهواء مباشرة مع مشاهد العاشرة مساء مع شخصية قيل عنها أنه كبير الصامتين. منذ خروجه من منصبه العام من 11 سنة لم يتكلم قط، واختفى عن الأضواء بشكل مش شبه كامل، بشكل كامل على الإطلاق. نتكلم عن شخصية تدرجت وعملت في معظم المناصب الهامة والحيوية والتي تجعله يعرف الكثير من تفاصيل وعمق هذه الدولة إداريا واقتصاديا وسياحيا ومحليا، لأنه عمل موظفا في هذه الدولة، لأنه كان محافظا لأكثر من محافظة، لأنه أصبح وكيل وزارة ثم وزير لعدد كبير من الوزارات، نائبا لرئيس الوزراء ثم رئيس وزراء دامت حكومته 3 سنوات فقط. منذ اختفائه والأسئلة الكثيرة موجودة عن اختفائه الغامض، لماذا خرج بهذا الشكل المفاجئ بدون تمهيد؟ كان رجلا قويا في وزارته، صحيح أن كان له خصوم كثيرة في المحيط، خليني أقول من كبار رجال الدولة، ولكن عرف عنه أنه رجل قوي وكان يثق فيه أو يثق فيه بشكل كبير. لماذا اختفى هكذا فجأة؟ هل كان صمته عقابا له أم تهديدا من آخرين أم اختيار قرر أن يكسره اليوم؟ معنا رئيس وزراء مصر الأسبق دكتور كمال الجنزوري أخيرا يتحدث. هو أحد ألغاز السياسة المصرية التي حان الآن وقت فكها، لغز بدأ في يناير عام 1996 وانتهت حبكتها في أكتوبر عام 1999، لغز تحت عنوان حكومة الدكتور كمال الجنزوري. وكالعادة راحت الحكومة وبقي كمال الجنزوري كشخص بالمعركة الدائرة حوله بين فريقين، أولهما أغلبه شعبي مناصر له لدرجة الترحم على أيامه وتمني عودتها، وثانيهما فريق معاد له أغلبه حكومي نخبوي يتحدث عن فساد وسوء إدارة وحكومة ذهبت بمصر إلى داهية. ولد الجنزوري عام 1933 بالمنوفية، وتولى رئاسة وزراء مصر لمدة 3 سنوات، بدأها في عام 1996 برعاية من الرئيس السابق حسني مبارك، الذي اعتبر في خطاب تكليف الجنزوري أن خبراته وكفاءاته ستعطي دفعة للمرحلة التي اعتبرها آنذاك متقدمة في مجال الإصلاح الاقتصادي. بعض الخصوصية تمتعت بها حكومة الدكتور الجنزوري، ذلك الرجل الذي عمل في كنف الدولة منذ أن كان أستاذا بمعهد التخطيط عام 1973، وأصبح وزيرا للتخطيط في الحكومات المتعاقبة منذ عام 1982 حتى رئاسته للوزراء بعد ذلك ب12 عاما. خصوصية حكومة الجنزوري جاءت من المشروعات الكبرى التي بدأتها وحصلت بها على لقب حكومة المشروعات العملاقة، حيث بدأت في 4 مشروعات عملاقة دفعة واحدة، بداية من تشكى ومشروع غرب خليج السويس وتوصيل المياه إلى سيناء عبر ترعة السلام، انتهاءا بمشروع شرق تفريعة بورسعيد. المثير للدهشة أن النظام السابق كان يتحدث عن تلك المشروعات وكأنها حديثة العهد، والمعارضة تتحدث عن المشروعات نفسها وفي التوقيت نفسه وكأنها مصائب كلها فساد ونتائجها فشل، تحملت خزينة الدولة محاولات ترميمها. من هنا ومن هذا التناقض في استقبال الرجل وتوديعه،
تضخم لغز الجنزور وحكومته، خاصة إذا أضفت موجة الحب والثقة العالية التي منحها الشعب لكمال الجنزور بشكل لم يحدث مع رئيس وزراء سابق أو حتى لاحق. أرحب بضيف المصريين الليلة دكتور كمال الجنزوري. أهلا بحضرتك دكتور كمال. أهلا بيكي وشكرا أولا على تقديمك وشكرا على البيان القصير اللي سمعته دلوقتي. ولكن أنا في البداية بأطوار دي الفرصة الأولى لي بعد الصمت اللي بيوصف أحيانا بالصمت البليغ وساعات بالصمت الضار، عاوز أقدم كلمة شكر لفئات كثيرة من الشعب المصري. مناسبة أن أنا متاح لي الكاميرا حاليا، لأن واجهت خلال السنوات الحداشر دول تعامل لم أشهده أبدا وأنا في المنصب. استمر 30 سنة من في الوزارة إلى رئيس وزارة، من كل فئات، شباب وشيوخ، سيدات ورجال، أقباط ومسلمين، وقدموا لي حاجات لا يمكن حد يصدق أنها أو يصدق أنها تقدم ولم تقدم لي وأنا في المنصب. الأمر الثاني قبل ما أنتقل لما حدث في 25 يناير، أنا لاحظت خلال الأيام القليلة الماضت أن هناك تحركات لبعض الإخوة في مجالات مختلفة تدعو إلى بعض مطالب فئوية، وأنا كمواطن مصري بسيط بأشعر أن هذه مطالب صحيحة ولا بد أنها تواجه بالعدل، ولكن شاكد اللي خلى هؤلاء ينتظروا سنوات. فأنا أرجو كأخ كمواطن بسيط أنه هذا الأمر يؤجل وهو شهر واحد بس. إحنا اليوم والأمس بدأنا عهد جديد ونضع نظام جديد للكيان السياسي لمصر، حلمنا به أو حملنا يعني نظرنا إليه وسعينا إليه وتمناه منذ 52. فبعد العالم كله بيشيد بسلوك المصري خلال الفترة اللي فاتت، فبرجو من الإخوة في كل موقعهم اللي بيطلبوا بهذه المطالب ينتظروا شهر بس على ما تبدأ الخطوات الأولى للإصلاح السياسي اللي احنا بنسعى إليه بقالنا سنوات طويلة جدا. عفوا دكتور كمال، مرد الطلب ده هو انه عشان ما تزيدش حالة الارتباك والفوضى، ولا مرده ثقتك بانه الاوضاع هتختلف؟ مرده ايه يعني؟ لا، مرده اولا ان انا عن يقين ان هناك بداية حقيقية لإصلاح سياسي حقيقي. انا يعني اخر ما سمعت منذ ساعة او اكثر فيما يتعلق بما صدر من المجلس الاعلى للقوات المسلحة في تعديل الدستور، في حل مجلس الشعب، حل الشورى، كلام كان لا يمكن نتصور بيتم، وهذا نتاج للثورة، وهذا الأمر قبل على استحسان في كل دول العالم. صحيح. فبأرى أن هؤلاء الإخوة، وأنا من البسطاء منهم رغم المنصب اللي وصل ده، ولكن ما غيرنيش أبدا أن أنا منهم، برجوهم حتى لا يعيد النظر فينا من العالم لهذا الشعب الكريم الحضاري اللي تحرك بالملايين ليطالب بحريته، فنؤجل هذا المطلب الفئوي شهر واحد حتى يبدأ أو حتى تبدأ بداية الإصلاح السياسي. نعم. حضرتك كنت في جزئية ثالثة. عشان ندخل في واحنا في صدد الانتهاء من الثورة اللي بدأت من 25 يناير، يحق لي ويحق علي وكل مواطن مصري أن يقدم كل الشكر والتقدير لهؤلاء الشباب اللي هم كانوا بداية تفجير الثورة، وفي نفس الوقت بأحتني بحني رأسي للشهداء، وياريت ميدان التحرير يتغير، لأن التحرير ده لفظ بدأ من تحرير من الاحتلال الإنجليزي اللي كان زمان، كان الميدان ده كان اسمه ميدان الإسماعيلية وسمي بالتحرير بعد ما تحركت قوات الإنجليزية إلى قناة السويس، نسميه بقى ميدان شهداء الحرية. وبالتالي بكرر شكري وتقديري واحترامي لهؤلاء وأحني رأس ثانية للشهداء، وأقدم شكري للشعب الجميل اللي انتظر وصمت سنين وبدل الناس كلها جوه وبره إنه شعب مشنا زي ما بيقولوا، عاد بجوهره
بنظامه وبسلوكه الحضاري، وأيضا بحيي القوات المسلحة المؤسسة الوطنية حامية لهذا الوطن. وممكن لأن احنا لو تكلمنا على من قام بالثورة، الشباب وقرر تاني الشباب والشباب، ثم تضامن الشعب اللي خرج، ثم حماية قوات المسلحة. حماية المسلحة كانت ممكن لها أن توقف هذا الزحف بعد يوم أو يومين، وبالتالي لابد لنا أن نشكر الشباب في المقدمة، ثم الشعب، ثم القوات المسلحة. دكتور كمال الجنزوري، ما أقدرش أجل السؤال ثواني. لماذا صمت 11 سنة؟ لا، هو بعض العجيب بيتصور أن الصمت ساعات يبقى مرغم، أو حد يدفعك عليه، أو حد يمنعك. وكثيرا سمعت همسا كده أن الراجل ده قاعد في بيتهم ممنوع أن يخرج، أو بيهددوه بشيء، أو مسكين عليه شيء، يعني كل الأقاويل. الحقيقة أن أنا خرجت يوم 5 أكتوبر 99 وشكلت وزارة الجديدة في 11 أكتوبر 99. لحسن الحظ أو سوء الحظ حضرت حفلة يوم 13 في إلقاء الصورة، وكانت معظم الحاضرون كانوا من رجال القوات المسلحة، فدخل الكل، ودخلت متأخرا، فالقاعة استمرت تصفق لي دقيقتين أو ثلاثة، وكنت غير قادر أن أعمل أي شيء، فجلست. وحصل ما حصل بعد ذلك، أنه لم يقابل ذلك بهذا الأمر، لأنه كان شيء من رفض سميها. فكان نتيجة أنه الرفض بدأ لي أنه ولا وزير من الوزراء اللي كانوا موجودين معايا سنين خاطبني في التليفون، ولا واحد. الوزراء اللي اشتغلوا معاك، المحبين والكارهين، ولا أنا جبتهم كمان بعد إقصائك عن الحكومة. لا، بعد التسقيف ده، لأن أنا هي كانت ليلة واحدة أو ليلتين، لأن كانت المدة كلها بتشكل الوزارة لحد 11، هي كانت ليلة واحدة بين 11 و13. وبعدين ابتدات يعني أنسى إنه يطلب زي ما يطلبش، وهذا أمر طبيعي. إحنا عندنا مجاملات ساعات تبقى مجاملات يعني كده، من زي بقولها بمرة لسان كده، تروح ومن تشغ، ولكن ما حدش راح ولا حد اتكلم ولا حاجة أبدا. فابتدأت أتحرك طبيعي، وأروح نادي أو بتاع، ألاقي كل الناس جاية وتسلم عليا، ويكلموا بعض في الوقت عشان ناس تانية تيجي. أروح جامع ألاقي نص الجامع بيسلم وبوس وبتاع. فشعرت إن أنا هزيد الكراهية لمن يتابعني إن أنا بعمل هذا. فده اللي دمعني إن أنا لا داعي إن أنا يعني ما يسمى أستغل حب الناس لي. لا، عفوا دكتور كمال الجنزوري، حضرتك اولا كان متوقع بشكل كبير من الناس على الاقل ان لما يتم تشكيل الحكومه الجديده هتكون على راسها، نظرا لانه كنت مكلف بملفات كثيره جدا، وكان يعني وده كان يضايق البعض. فجاه وبرده دون اي مقدمات، ما عرفناش ليه اقصى دكتور كمال الجنزوري. هذه قضيه هندخل فيها، انما خلاص اتشكلت حكومه جديده، ثم لم تتحدث قط خلال 11 سنه. حضرتك يعني حضرتك بتقول انه خفت انه يتم انك تتصنع اي نوع من البطوله مثلا؟ لا لا لا، انا منحت نفسي، لان شعرت ان استمراري في التحرك في الشارع او في النادي او سيقابل بالكثير والكثير من محبه وترحاب الناس. هذا كان لن يقبل لدى السلطه، لان ده يتعارض لماذا خرج. فكنت لازم أتجنب مشاكل جديدة أخرى، لأن أنا ليس عندي شيء أخاف منه. كل الناس عارفة أنا دخلت بما فيش وخرجت ما فيش، وأنا أحلت كثير من الناس إلى محاكم، سواء في قضية القروض أو غير قضية القروض، وما فيش مخلوق تكلم علي بأي شيء يتعلق بهذا الأمر يعني. وليس عندي ما أخاف عليه ولا منه. أنا خفت على الآخرين، اللي هو يجب عليه أن يسألني ويسأل علي ويكلمني. فإذا أنا استمريت في الذهاب إلى أماكن أو بعد، ده كانت مشكلة أكتر. نتكلم سنة، سنتين، ثلاثة، خمسة. لا، فأنا بس عشان ما نضحش الأمر في موضوع واحد، أنا اختفأت أو امتنعت عن الإعلام والذهاب لأماكن عامة، ولكن كان دوري مستمر فيما يتعلق. الغريب جدا، حد يصدق الراجل الأقصى ده، واللي لم يعامل ولم يأخذ منصب ولم يأخذ مش عارف إيه وإيه وإيه، تابعت كل شؤون الدولة، وكنت أخاطب مكتب الرئيس لأمور كثيرة فيما يتعلق بأي شأن سياسي أو اقتصادي أشعر أني من الضرورة أن أتكلم فيه.
طيب دي جزئية هنسأل فيها إنه هذا الكلام بس. إنما أنا عايز أحضرك كتير من رؤساء الوزراء لما بيخرجوا بيبقى لهم بياخدوا مناصب إما شرفية أو استشارية أو بيبقوا على رأس بيزنس خاص بيهم. حضرتك لم تتح لك الفرصة أو لم يقدم لك أي نوع من العمل شرفي أو مستشار في الهيئة أو تمسك هيئة؟ أحس صاحب القرار مش موجود فمش عاوز أخش في التفاصيل، ولكن من المؤكد أنه كان لابد أن لا يعطى الرجل ده شيء حتى يواجه هذا التصفيق المستمر، لأن التصفيق مستمر نعم أنه هو صح، فلماذا خرج؟ فإذا أداله منصب إذا ده تأكيد أنه خطأ، فهي قصة مش عاوزين نقف. لكن أنا اللي منحت نفسي أن أنا أظهر في الإعلام، وأنا منحت نفسي أن أنا أظهر في أماكن عامة، ولكن مارست عملي كمواطن مصري وأتابع كل ما يدور في هذا البلد، وكان حينما أجد مشكلة سياسية سواء داخلية أو خارجية أو مشكلة اقتصادية كنت بتحدث مع أقرب واحد موجود في مكتب الرئيس، وكان بتظهر لي الرد بعد فترة ساعات قليلة يقول الرسالة وصلت، وهناك بعض الموضوعات ذات قيمة وأهمية فعلا تم الاستجابة ليها، لأن كنت لا مطلبتش ولا مرة أي مطلب شخصي لي. طيب وقد هتدفعيني على القول أن حينما عين رئيس مصرف العربي وأنا مفروض أقدم منه وأنا الأحق منه، طلبت مكتب الرئيس بعدها بأسبوعين عشان أسأل على أي شيء يتعلق بصحته عشان أؤكد له أن أنا غير متأثر من هذا، بل أكثر من ذلك بعد ما كده أتعين من رئيس المجالس المتخصصة خلاص وأنا كنت أستاذ جامعة وكنت رئيس، طلبت بعد أسبوعين ثلاثة برضو عشان أسأل على الصحة وعامة عشان أكد له برضو أن أنا لم أحزن، وفعلا أنا ما حزنتش سواء دي أو دي. فمش عاوز أقول أنا اللي تحكمت في نفسي وأنا اللي منحت نفسي وأنا لم أتوقف على أن أعطي المشورة للدولة حينما أجد أنها ضرورة في مواقع كثيرة خلال السنوات اللي فاتت دي دون أن أظهر في الإعلام. وبعدين كانت الأمر بقى كان يدعو الإعلام بأن أنا ما أظهر فيه. إذا كنت أنت بتكلم للسلطة وبيستمع ليك بتكلم ليه بقى؟ فأنا وضعت نفسي في حرج بأن أنا بعد سنة واثنين، لأن ابتدأت أتكلم في مكتب الرئيس على وجه التحديد في مارس 2002 لما كان هناك مؤتمر القمة العربية في لبنان كان لي رأي فيه وتحقق يعني. بعد يعني حضرتك بتقول انه بما ان كان متاح لك الفرصه انك تعترض او تقدم استشاره لمؤسسه الرئاسه فلماذا تقولها على المدى؟ ما هتبقى غير متناقض الكلام ده لو كان رفض والحد يتكلمه ما يردش عليك او تكلمه ما يقولكش الرساله وصلت بدل، وبعدين بعض الحاجات فعلا بتصحح بناء على هذا. طب تروح تتكلم في الاعلام ليه؟ ايوه بس الناس كانت بتكون عايزه تعرف هو اللي بيحصل ده صح ولا غلط، هو اللي بيتقال ده افتراء ولا كلام حقيقي. لا هو الناس وجدوا الرجل ده خرج في وقت كان هو في قمة نجاح الحكومة اللي هو ينتمي إليها وفجأة عاوزين يقولوا ليه. طيب يعني أعتقد إن احنا نرجع النقطة دي تاني في وقت لاحق، إنما إذا كان السؤال الأول هو لماذا لم تظهر في كل هذه السنوات، لماذا الآن وأخيرا قررت أن تتكلم بخلاف الإلحاح المستمر يعني من هنا الإلحاح اللي بقاله سنوات يعني لماذا كان القرار؟ أنا اللي حصل في مصر يخرج أي واحد عن طوعه، يخرج أي واحد عن صمته، يخرج أي واحد عن تقاليد اللي اعتاد عليها. خلال 18 يوم من 25 حتى يوم 10 كان أمر غريب لأي مواطن، كان مفاجأة، مش هو ده الشعب اللي أنا عشت منه، مش ده الناس اللي أنا تعاملت معاهم، ايه هذه الروعه وايه هذا الجمال، ايه هذا السلوك الحضاري كله. تتعجبي ان محدش هيصدق ان انا قربت من هؤلاء دون ان ادخل الميدان، لان كنت عاوز اسعد من هذا الجيل. واللي برضه في ناس ما انا قعدت مع بعض الشباب بتاع 25 يناير قبل الاحداث وجاء لي اثنين منهم بعد الاحداث، وجدت متعه الاستماع اليهم. احنا منعنا عنهم الحركة في انهم يتعلموا سياسة في الجامعة، ولكن لجأوا الى الانترنت وتحدثوا وتكلموا، وكنت عاجب ليا ان هذا الشاب الكذا و30 سنة واواخر العشرينات بيكلمني عن الثورة الفرنسية وبيكلمني عن الثورة المصرية سنة 19 وثورة 52، نضوج كبير جدا.
وكان بعضهم بيسعى انه يدفعني ان انا يعني اظهر امامهم، لانه كان عندهم بعض الشك ان انا ما زلت سليم يعني، يعني راجل مختفي ده عيان لازم يعني. فانا قلت لهم حرام ان احنا يعني ده نوع من انواع اختلاس النصر بتاعكم، احنا لو حضرنا لازم، لو حضرنا احنا جينا لازم يحضر يكون وراكم مش قدامكم يعني. فانا مش مؤيد فكره ان انا احضر وانتوا في فرح، ده لما الفرح يخلص يبقى حق لنا ان احنا نقابلكم ونشكركم ونهنيكم يعني. اما ليه بقى النهارده بقى الالحاح ده؟ طبعا الالحاح مستمر بقى له سنين، ومش انت و ده حقيقي ولا في الوقت الحالي فيه انشاء عهد جديد، بمعنى عهد جديد سياسي واقتصادي، كل واحد عليه ان هو يتقدم ويتكلم ويقول، بغض النظر هو مفكر ولا هو عالم حتى لو فلاح بسيط يعني. ياريت المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوجد مكان ما أو جهة ما، وأي واحد عنده فكرة، فلاح، عامل، مهندس، طبيب، يقول هو نروح فين ونعمل إيه. فإذا مش محصور على عالم ولا مفكر ولا كذا، على أي واحد يقدر يدي مساندة، لأن احنا في حاجة لحركة جديدة فيما يتعلق بالواقع المصري، لأن في كيان سياسي بيتكون، وهذا الكيان السياسي بيبدأ من رئيس الدولة والحكومة، مش بتكلمش على أفرادها، على شكلها، ثم بينطبق على الجهاز التشريعي والجهاز والسلطة القضائية. هذا الشكل له ألوان مختلفة، ثم الشكل الاقتصادي وهو جزء مصاحب لهذا الكيان السياسي. فعشان كده كنت أنا بشعر إن أنا كنت أكون مقصر لما ظهرتش في اللحظة دي، على غير 18 يوم وعلى غير 11 سنة اللي قبلها. طيب ولما استشعرت انه في واجب ان تتحدث، احنا هنتحرك في الحوار ده بعد اذن حضرتك دكتور كمال الجنزوري ما بين المستقبل والحاضر والماضي ايضا. وهنتحرك ما بين الشخص دكتور كمال الجنزوري والدوله مصر. هبدا بالمستقبل او بالدافع الاساسي اللي خلاك متكرما تقبل دعوتنا اللحوحه اللي ظلت منذ سنوات. شايف المستقبل عامل ازاي؟ شايف ايه الخطوات الاساسيه اللي المفروض تحصل؟ شايف الخطوات المبدئيه اللي حصلت خلال الايام اللي فاتت دي تودينا لفين؟ شايف الخطوره، مكمن الخطوره فين؟ عندنا شرذمه من الافكار والقلق والتوتر بالرغم من الاستفسار، انما قلقانين يا دكتور كمال يعني. وهترك لحضرتك المجال حتى استمع. لا انا مش قلقان يعني، بحكم التجربه والمتابعه والخطوات التي تمت خلال اليومين اللي فاتوا مش قلقان يعني. ولكن عشان المواطن ونحاول نناقش ايه اللي احنا بنسعى. انا جيلي اتولد وعاش في احضان النظام الجمهوري، بدءا من محمد نجيب ومرورا برئيس عبد الناصر ورئيس السادات ورئيس مبارك. فكان المشوار الطويل جدا بني على حكم الفرد، بدا من دستور 56 ثم دستور 71 وتعديلاته لحد اليوم، وكل بدون استثناء لا يمكن ان يتصور او يتمنى ان يعود تاني في يوم ما يسمى بالنظام حكم الفرد. وبالتالي نتمنى ان التشكيلات الهيكل اللي شغال لتكوين الهيكل والاجراءات اللي بيتم توصلنا الى نظام رئاسي برلماني جمهوري برلماني جمهوري يعني رئاسي برلماني. والحكومة هنا في عندها شوية ظاهرين لأنها مرتبطة بالمشكلة الاقتصادية أكلمها. أنا بتكلمش على أفراد ولا موجودين ولا اللي هيجوا. إحنا في حاجة إلى أن يكون الوزير اللي يصل لمنصب في بلد فيها مشاكل زي دي، بلاش بقى إن هو تكنوقراط ولا هو عنده كذا، لابد أن الوزير يكون وزير دي وظيفة كبيرة جدا، يكون عنده وعي سياسي كامل، يعرف مشاكل البلد ويعرف علاقتها بالعالم الخارجي، العالم الخارجي شيء شغال ازاي واثره عليه، عنده القدره حينما يتكلم بيتكلم له معنى، يتكلم يعرف مشاكله دي. سواء هو موجود دلوقتي في مرحله مؤقته او بعد كده، ولكن مش عايزين نقف هل احنا في حاجه الى 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 العالم التكنوقراط ولا في راجل سياسي. كل واحد بيشغل المنصب الكبير ده
لابد أن يكون عنده بعد سياسي ورؤية سياسية ورؤية لكل مشاكل المجتمع اللي عايش فيها وأثرها وتأثرها بالخارج، وإلا يشارك في الوزارة، لكن بس المنصب لابد أن يكون عنده هذا الخاطر. وبالتالي بننتقل للشكل اللي احنا بنتمناه في الهيكل السياسي. أولا حضرتك يعني ولو أنك عشت مع كل المصريين في كنف حكم الفرد، إلا أنك شايف أنه أولى الخطوات هو التخلص من هذا النمط. لا، ما هو انه كفى بحكم الفرد. وده اللي بيخلينا، انا الخرائط طلعت منذ ساعه وساعتين بتقول لي ان الخطوه بدات ان انا اتحرك بتعديلات دستوريه وألغي مجلس الشعب و و و وبالتالي بقول ان النظام الهيكل السياسي اللي بتمناه هو نظام رئاسي برلماني. الحكومه سواء دي او اللي بعدها لابد ان يكون اللي يتولى منصب وزير لابد ان يكون عنده وعي سياسي، اتعلمه فين فهمه فين، يكفي ان هو زي ما قلت يعي ما يدور في 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 البلد يعني، واثرها وتاثرها بالخارج يعني. اما التشريعي بقى، وانا عانيت منه سنوات طويله كوزير ونائب رئيس وزراء وكذا، لابد ان يكون عضو مجلس الشعب ده حاجه كبيره جدا، بمعنى ان هو يعرف يعني. ليس سرا ان كان ياتي لي وانا لسه وزير تخطيط واحد ما يجي جنبي يقول لي اسالني، قول لي سؤال اساله لك، فاقول له اكتب يا عم، يقول لي لا قولوا لي لاني ما بعرفش اكتب. ده مطلوب منه ان هو يشرع لي، ومطلوب منه ان هو يراقبني. وبالتالي انا عاوز مجلس انا يعني بقى. يعني كانوا النواب، احنا فاهمين ان النواب للاسف الشديد كان النمط السائد او الغالبيه كان فكره الحصول على الامضاءات والتوقيعات انما كانوا بيسالوكم نسالكم ايه في المجلس؟ انا بتكلم عليا انا. انا وطبعا بمعهم الاخرين. وحته الامضاءات دي من الحاجات اللي تساليني ليه انت، لان انا يوم 4 يناير قلت في النادي السياسي مره واحده رحتها وما رحتش، قلت لن امضي ورقه في مجلس الشعب ولا يمضي وزير ورقه وانا موجود، احنا رايحين عشان نسمعكم. فانا قلت تاني يعني فانا في حاجه الى في 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 حينما اتكلم على الجهاز التشريعي ان يكون مجلس واحد في مراحل السنوات المقبله، انا مش في حاجه لمجلسين، وهذا المجلس بدل ما هو 220 دايرة فيها كلها واحدة اتنين تبقى ممكن أن تتسع ل 300 دايرة وبقى 300 فرد، ودول كفاية جدا على أن يكون أنا عندي 8 مليون بين مهندس وطبيب ومحامي و و و وبعدين أجيب واحد أمي هو في مجلس الشعب إزاي؟ وبالتالي أنا في حاجة لمجلس الشعب، مجلس الشعب يبقى عنده القدرة إنه يسحب السخم الحكومة، مجلس الشعب يعلم التشريع 90% بيجي منه من الحكومة وهو دوره هو اللي هو اللي يعمل التشريع ويلزم بيه الحكومة. مجلس الشعب عنده قدره يقدر يقرا الموازنه ويسحب الثقه من الحكومه ورئيس وزاره الحكومه لاني جاء بها فيها كذا وكذا وكذا. فده مجلس الشعب اللي انا. طيب اسمح لي عشان استوضح شويه دكتور كمال جنزور، حضرتك بتقول انك تتمنى انه يبقى مجلس تشريعي واحد. مع انه العالم كله فيه دايما مجلسين، في مجلس العموم وفي مجلس اللوردات، في الكونجرس وفي مجلس الشيوخ. يعني وضح لي اكتر، يعني حضرتك شايف انه مجلس الشورى ملوش لازمه ولا شايف انه ممكن يدمجوا مع بعض؟ لا انا مش عاوز هما الاثنين يتحلوا يعني عشان برضه ما تزعليش يعني. ولكن بقول انا في حاجه في مرحله اولى قد يكون 10 سنين او بتاع ان انا اشتغل بمجلس، لان عاوز انقلب ان انا يكون عندي مجلس كويس. ما في، انا مش هقدر اعمل اثنين، اعمل مجلس كويس في حدود 300 دايره بدل 222 ويكون فرد واحد، لان انا مش ممكن انا استمر عضوين. عشان ويكون في نص صريح بانه عضو مجلس الشعب ده يكون مؤهل ويفك الخط عشان يقدر يقوم بدور التشريعي والرقابي. اما السلطه التشريعيه بقى، السلطه القضائيه، هو ده الحصن بقى الحقيقي اللي بتمناه بعد ما اتكلمت على شكل راس الدوله وحكومه وكيف ان تكون، وبعدين اتكلمت في الجهاز او السلطه التشريعيه. السلطه القضائيه لابد ان تكون سلطه مستقله 100%. احنا عندنا قانون معمول من سنه 84 عن استقلال السلطه القضائيه، وكان معمول الله يرحمه المستشار ممدوح عطيه، لكن انا عاوز ابعد من هذا بتجربتي وحياتي. يا دكتور كمال، طول الفتره اللي فاتت كان دايما مجلس الاعلى للقضاء ووزراء العدل المتعاقبين كانوا بيقولوا انه القضاء مستقل تماما. وانا اتذكر انه احد المستشارين الكبار قال انه لنا في برنامجنا، قال احنا الاستقلال للقضاء تورته مكتمله، ناقصها الكريزه اللي بتزين التورته. مش مشكله الكريزه، الكلام كان بيتقال
مجاملة كلام كان بيتقال من على اللسان من جوه لكن حقيقته عشان يبقى فيه استقلال حقيقي للقضاء. أول حاجة أن التفتيش القضائي يبقى تحت إشراف مجلس قضاء مش تحت إشراف وزير عدل. تاني حاجة النيابة العامة لازم تكون تحت مجلس قضاء. تالت حاجة ودي مش موجودة في الدول الإقليمية جدا أنه رؤساء المحاكم الابتدائية بعينها وزير عدل بس يقول لك ويؤخذ رأي المجلس قضاء. لا مش فاهمه الجزئيه دي يا دكتور. يعني كل رؤساء المحاكم الابتدائيه الذي يعينه وزير عدل بعد اخذ راي ما هو مجلس قضاء هو اللي ياخده يعني. ثم ميزانيه مستقله حقيقيه مش هاجي اقول له خد 10 مليون وبعدين اتصرف فيها انت. لا هو مجلس القضاء هو اللي يطلب 20 و10 وانا لازم عشان احافظ على مكانته وامنعه ان هو يروح معار للعمل باجهزه الحكومه بعض الوقت. كيف يمكن يكون قاضي او يشتغل في كسر قضاء وهو معار لجهاز حكومي بيروح لانه عاوز يحسن وضعه المالي وافضل لي واحسن لي واحيانا بيودوه عشان يبقى ولاؤه اكثر للجزء السياسي وبالتالي بقول عشان الاربع حاجات دول اذا تم كامل للقضاء بدءا من التفتيش القضائي والنيابه العامه ثم تعيين رؤساء المحاكم الابتدائيه واخيرا الموازنه على ان تكون موازنه مستقله حقيقه من هو حسب طلب الجهه اللي هي القضاء مش احنا اللي حددناها كوزاره ماليه. هنا نقول وفعلا بعد مرحله بقى 5 سنين 10 سنين تكون المرتبه بتزيد متواليه لدرجه ان هو ما يعرش للخارج كمان. فاذا بهذا الشكل بدايه من كيان السلطه في رئيس الدوله ثم الحكومه بافرادها اللي بقول عليها ان يكون لها وعي سياسي ثم جهاز التشريع اللي يكون هو فعلا في كفاءته وقدرته ان هو يكون بيضع تشريع ويراقب الحكومه ثم اخيرا السلطه القضائيه بالشكل اللي انا قلته ده اللي دكتور كمان في حاجات كتيره ما حضرتك ذكرتها هنسال فيها. يعني هسال حضرتك على فكره الوزراء احنا جربنا كل انماط الوزراء في الفترات الماضيه. هسال حضرتك على تفاصيل من 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 الاربع نقاط اللي طرحتهم واسئله اخرى بعد الفاصل هنستكملها ونطرحها بشكل واضح. تفويض نائب رئيس الجمهورية في اختصاصات رئيس الجمهورية على النحو الذي يحدده الدستور. قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية أي شخصية عامة سواء كان وزير أو محافظ أو رئيس وزراء بالتأكيد لها إنجازات ولها أخطاء، لها أشياء صائبة وعليها خطايا، إنما في النهاية ما عرف عن دكتور كمال الجنزوري بشكل لم يختلف عليه كثيرين هو أنه نظيف اليد أيا كانت الأخطاء التي ارتكبتها وزارته أو حكومته أو الألغاز الحاجات اللي احنا مش فاهمينها. ومن هنا يأتي السؤال دكتور كمال، حضرتك اشتغلت في المحليات، اشتغلت محافظ لأكثر من محافظة، اشتغلت في العمل البيروقراطي المصري بشكل كلاسيكي كنت جزء منه، بقيت وزير وبقيت رئيس وزراء. أنا عايز أسأل حضرتك
من أين يأتي الفساد؟ يعني البوظان بيجي إزاي؟ لأنه إحنا في مرحلة الحقيقة يعني لم يعد يعنينا فكرة المظاهرة ضد الفساد، هي فكرة كيف نجفف منابع الفساد زي تجفيف منابع الإرهاب كده. الفساد في مصر يا دكتور كمال بيجي منين؟ يعني هي قصة صعبة، لكن احنا السنة وصلنا لمرحلة بقى هو سلوك يومي، يعني أكل وشرب وفساد، مشي وبتاع ورياضة وفساد، وكل بقى يعني بقى هو يعني هو ملازم العمل اليومي في حياة مصريين يعني. ولكن بتجربة ان انا اشتغلت فترة في المحلات واشتغلت بعد كده في الحكومة المركزية، و الفساد صعب جدا ان هو يتشفى ينتشر افقي. يعني الناس الصغيرين كده يتعملوا ويسرقوا كده، لا لازم كده لازم يطلع كل ما يعلو فوق، فاخطر الفساد ان يجي من فوق لتحت. فهو الامور زادت بشكل انه بقى فيه رعايه للفساد في اماكن عديده جدا. يعني حضرتك تاني حضرتك ما بتقلقش من الفساد الافقي؟ ما بتقلقش من الفساد الصاعد؟ قدراته ضعيفه. بتخاف من الفساد اللي بيبقى يعني من فوق؟ رئيس قسم ويفسد ورئيس قسم تاني لحد ما مش هيضرب حاجه، لازم يطلع فوق اللي بينفذ فوق واللي فوق وفوق في لحد ما يطلع. فخطوره الفساد عندنا تنه يطلع فوق فوق، مش افقي. افقي انتشاره ضعيف، او العكس هو من فوق لتحت تحت لتحت يعني. ما عشان كده عاوز اوصلك بقى ان هو بيبدا من فوق. وبعدين اللي بيتيح هذا بقى الفساد انه هو يزيد، لازم يكون في انشطه اقدر اتحرك فيها. ازاي؟ يعني خلال السنوات الاخيره العشره اهمل قطاع اساسي. انت نقلت نقله، كنت اتكلم على الوضع الاقتصادي بس انت دفعتيني على الكلام ده. حصل ان انا تجاهلت قضيه الانتاج ككل، بقت لها اولويه اللي هي الزراعه والصناعه والتشغيل اللي تمثل 90% من الدخل القومي، مش هي مهمه ليا. وعشان كده الزراعه بقت كذا، واقول كان ممكن اقول والصناعه بقت كذا، والتشغيل بمعناها العام مش مجرد ابني قصور في التجمع الخامس ولا مارينا، لا ده هو الطرق والكباري واقامه المحطات والكهربائيه، وده كله ده تشييد بمعناها العام. اهمالي في هذه القطاعات الرائده للانتاج دي خلتني احصر نفسي في انشطه من اسمها ريعيه، بمعنى انها تجيب لي فلوس زي مضاربه في البورصه، زي بيع الاراضي. ده اللي هنا بقى الفلوس بالملايين ومليارات يعني. ولكن كنت بشتغل في قطاع الانتاج بتبقى ماليه ما فيش ده جهد وعرق. الرشوه فيها ضعيفه جدا، ولكن الرشوه في الجهود اللي لا شغل فيها. يعني انا اديكي مثل هنا عشان تشوفي حجم الفساد. انا سنه 77 كنت محافظ بني سويف، وحصل صدام معلش للساده المشاهدين لكن انا بقولها عشان مش للفكاهه، ولكن توريكي حجم الفساد المالي زاد ازاي. فعائلتني اتخانقوا، وانا كنت لسه شاب صغير لكن بيسموني باشا مع محافظ. فقالوا لاصلاحهم جابوا رئيس العائلتين، واحد راجل بسيط ولابس جلابيه عاديه، والتاني لابس حربيه جوخ وحاجات غريبه جدا كده. وقعدوا معايا وصالحوا قروا فتحوا ومشي. فالراجل اللي لابس بسيط ده وقف وقال لي يا باشا عاوز اقول لك حاجه، هو الراجل ده منفوخ على ايه؟ ده هو بكتير قوي بياخد العيله كلها عندها 7 مليون. وبيكلم محافظ اللي بياخد 226 جنيه، يعني انا كنت باخد 250 وبياخد مني 10% بدل سكن، فباخد 226. قلت له معلش يا حاج. بعد 30 سنه 2007 ابتدى بقى يكون الكلام كبير يعني. قال لي احد رجال الاعمال في المكتب قاعد يتكلم معايا وبتاع، فبقول له فلان ده حالته بقت كويسه واحد تاني يعني. قال لي اصل هو عمل صفقه كبيره وربنا يسهل له وبتاع. وبعدين هو خارج بنفس الوقحه بعد 30 سنه برضه عند الباب برضه وقف كده وقال لي يا باشا معلش. ده هو ما زادش قوي، هو خاف ان انا يعني اخلي قيمته عندي اكبر منه. فقال لي هو ما زادش قوي بكتير قوي عنده 1.5 2 يعني. 1.5 2 مليار يعني. ايه؟ 1.5 ايه يعني؟ مش هيقول لي 1.5 مليار. فادي حجم الفساد ازاي كان. طبعا ما كانش فساد ولا حاجه، ولكن كان ايامها بيعتبروا المبلغ ده ضخم جدا، وانه راجل والعيلته ما فيش داعي انهم يتفاخروا لان عندهم 7 مليون. ده بيسخر من واحد عنده 1.5 2 مليار يعني. انا عايز اقول هذه الانشطه اللي انا ركزت فيها كدوله خلال 10 سنين هي اللي تقدر تخلي الفساد بعد ما كان بالملايين وبالقروش وبالجنيهات وبالميات بقى بالشكل ده. يعني حضرتك في تصورك انه 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 الدوله عندما تركز على الانتاجيه الحقه او طرق لا كل الانشطه اللي فيها جهد وعرق
مجال طبعا البيروقراطيه وايقاف العمل في الاسكان مركزي ممكن، لكن بتبقى احتمالاتها اقل بكثير من انك انت تعمل لي في انشطه ريعيه تجيب لك فلوس دون جهد. بدل في جهد لازم ندفع ونعمل وملايين تشتغل طيب حضرتك وانت وانت تذكر انها انشطه ريعيه كنت يعني بتقولها كده بقدر مش عارفه اذا كان ده استخفاف بالانشطه دي او انه تعتقد انه ان هي مش مجديه للوطن قد انشطه اخرى اقتصاديه. لا لا انا ما بخللش من شانها ولكن لها ضوابط. ما انا اللي بعت الارض بملاليم وانا اللي خليتهم معوها بالوف والمتر وسط ملايين. ازاي؟ ما هو ازاي؟ ما انا اديتها له ارض لما يبيعها ملايين ماخد هو ما يسمى بضريبه راس المال يعني. يعني كيف ياخد حاجه ب 500,000 ويبيعها ب 10 مليون ويقول له مع السلامه؟ وما اعطهاش عشان يبني عشان يعمل مدرسه ولا يعمل بيت ليه، ده خدها وباعها. في 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 البورصه وانا براقب اشاهد في 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 فيما يسمى بعملية القمار، يعني مجموعة من الورق يطلع فوق 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 كده، واللي بيخش 70-80 ألف الغلابة ياخدوا ويدفعوا 100 مليون وانت عليك الدور، ايه تروح نازلة وانت الكسبة، ومرة تانية فوق فوق واحد تاني. دي مش بورصة. البورصة اللي هي نتاج حقيقي لحركة أوراق مالية لشركات فوق الراس، لكن البورصة اللي يحصل فيها عملية بهذا الشكل اللي فيه عملية المقامرة واللي يكسب فيها عدد محدود. أنا مش بقولش هذا هو السائد، ولكن هناك شرفاء، هناك ناس دخلت وخسرت وهي برضو من الأغنياء وكل حاجة، ولكن بقول لابد أن يكون هناك من الضوابط التي تضبط هذه الأعمال، ما بتقللش من قيمتها، ولكن لابد أن يكون صدى العمل إنتاجي. طيب لسه احنا في منطقة الفساد بيجي منين؟ يعني حضرتك وأنت محافظ شفت الفساد بيجي منين أكتر؟ من أي نوعية من الموظفين أو من القطاعات أو من المواطنين؟ وكذلك وأنت رئيس وزراء. يعني اكيد في يعني لو احنا بنتكلم في وضع افضل لنا وفي محاربه لفساد كان كسوس بينخر عظم هذا الوطن، لا شاور لنا اكتر يا دكتور كمال. يعني في المحليات هل هو الموظف الصغير اللي فيه مشكله ولا المحافظ اللي فيه مشكله ولا قله الخدمات هي اللي فيها مشكله فبالتالي لازم تدفع حاجه عشان تحصل على على خدمه يعني شحيحه يعني دايما ولا المواطن هو اللي بقت دي ده مفهوم؟ احنا يعني دايما نتكلم عن المحليات كمحليات وهي سبب البلاء وهي الرشوه وهي شريحه كبيره او فيها 3 مليون موظف من 5.5 يعني تمثل 60% من العدد. ولكن مشكله المحليات انك انت بتشغلي هذه المحليات والحنفيه عندك في الحكومه المركزيه. يعني هو ما عندوش موارد، اللي بيديها الحكومه المركزيه ليه. وكثير من الاحيان الاموال اللي بتجيله لا تكفي لا بالخدمه سواء في الصناعه في الصحه ولا في المدرسه ولا ولا ولا. وبالتالي بدل خدمه ما بتجيش يبقى بدايه السرقه هنا تبدا. ما هو ما فيش خدمه ان ما يدوش ما يكفي وما عندوش. لكن لو خصص موارد دي المحليات من مواردها هي دون الرجوع للحكومه المركزيه يبقى ده حكم محلي بقى مش اداره محليه. هنا يبدا الامور تبقى افضل. ولك انت قاعد لي في الحكومه المركزيه وزير زراعه ولا وزير صناعه ولا 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 وزير صحه، هيئات الوزارات الخدميه كلها، كل الاموال عندك، بل مدير المديريه تبعك. فبكون نتيجه اللي بيشتغلوا في المحليات نتيجه ان الموارد جاي لهم من بره، بتيجي تقدم الخدمه ما بتقدمش خدمه. يعني حضرتك بتقول ان اللي عندنا ده مش حكم محلي، دي اداره محليه. تعال الحكم المحلي بيكون في موارده بياخد نصيب من موارده وبيستخدمها. طيب هو ايه في اعتقادك اهم اسس الحكم المحلي الحقيقي بخلاف فكره انه يبقى موازنته مش بس كبيره انما تبقى موازنه يعني هو يستطيع ان يحققها؟ ايه تاني المحافظين الموظفين تبعيتهم للوزارات ايه تاني اللي يكون حكم محلي حقيقي؟ لا يعني انا بالاضافه الى الموارد ولكن القانون نفسه اللي هو معد وبقاله سنين بيتاجل لابد ان يكون في ثواب وفي عقاب. في محافظين بيختاروا، لان عندنا كثير من المحافظين بيكونوا يعني بتسمى مع احترامي ليهم جميعا، انا اشتغلت محافظ يعني مكافاه نهايه الخدمه يعني. يعني في وظيفة ما في 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 هيئة ما باخده هناك عشان يقعد سنة سنتين وخلاص. ولكن المفروض ان هو اكرام للرجل يعني اكرام للرجل. ولكن انا عندي مفروض ان انا اشغل ناس في الحكم المحلي ويبدا هو سكرتير مساعد وسكرتير عام ويصل الى لحد ما يصل الى محافظ وعنده الخبرة
لكن ما اجيبش واحد مجرد ان هو يدير وهو لا يعلم ايه وجود ازاي المحافظه. انا مش عايز نخش في موضوع ليه حضرتك ما ذكرتش فكره الانتخاب. يعني العالم اللي احنا بنتطلع له يعني او دول اللي احنا بنطلع لها فكره المحافظين دي بالانتخاب. لا معلش احنا بس عشان الموضوع اللي احنا بنعيش فيه النهارده موضوع كبير جدا فيتعلق بكيان جديد سياسي لمصر. مش عايزين نخش في مشكله العويصه اللي احنا موجودين فيها، لان حينما يصلح الهيكل المركزي فوق اللي تحت هبكون نظره ثانيه. لكن الهيكل القديم اللي كان موجود والتحكم فيه، وانا بشغل محافظين ليه عشان الانتخابات وبشغل محافظين ليه عشان كذا وكذا، فكان الموضوع على بعضه غير صحيح. لكن لو القمه اتصلحت وفي نظام المركزي وبرئيس الدوله قاعد فتره او اتنين وماشي، والحكومه بتقدر تعاقب من داخل مجلس الشعب، كل الامور دي هتتغير في حكم عالي. نتكلم حكم عالي عن الماضي في نظام ماضي، فسيب الحكم عالي لما نصلح اللي فوق هنتكلم عن حكم عالي. من ضمن ما سمعت عن الاسباب او التكهنات اللي كانت بتتقال عن اسباب خروج دكتور كمال الجنزوري من رئاسه الوزراء، هو انه اتقال في الفتره دي انه دكتور كمال الجنزوري افتكر نفسه رئيس وزراء بجد، بمعنى انه حضرتك حاولت تمارس مهام مش عارفه اذا كان حضرتك شايفها من صلب مهنتك ولا اعلى من صلب مهنتك، انما ده كان شيء منتقد يعني، وكانه رؤساء الوزراء بشكل عام اقرب للسكرتاريه او يعني اخره، وكانه وزير. اللي سمعته عن حضرتك دكتور كمال وسمعته من ناس كتيره يعني بيخليني اسال حضرتك شايف مواصفات يعني ايه يبقى رئيس وزراء سكرتاريه، ويعني ايه يبقى رئيس وزراء حقيقي، يعني ايه يبقى وزير برضو زي مساعد او سكرتاريه ويبقى وزير حقيقي. وهرجع للسؤال اللي قلته قبل الفاصل، الشخصيات دي يتم اختيارهم ازاي؟ احنا جربنا وزراء رجال الاعمال، وجربنا التكنوقراط المهنيين، وجربنا السياسيين، وجربنا اهل الثقه، وجربنا اهل الكفاءه. احنا بنتكلم على تاريخ 50 سنه، ويبدو انه المحصله العامه، طبعا كان في ناس محترمه وكويسه وشريفه، انما المحصله العامه ما بتديش درجه النجاح. حدثني عن اختيار الاشخاص وبالنسبه لك مواصفات رئيس الوزراء او الوزير. لا مثلا انا اصلا كنت الناس متصوره وانت كنت متصوره في الاول ان احنا الحين على فين؟ اتكلمت على الشق السياسي وسيما الشق الاقتصادي، لان ده اللي يهم الناس، لان الناس بتعاني كثير جدا. ولكن عشان اخلص من السؤال بتاعك السريع كده، الوزير او رئيس وزارة لازم يكون وزير او يمشي، ورئيس وزارة لازم يكون رئيس وزارة او يمشي. ازاي؟ ما يراه صح يعمله دون ان يستاذن. وزير ما يستاذنش رئيس وزارة، ورئيس وزارة ما يستاذنش رئيس الجمهورية، والا يمشي. هو يعمل قرار ويحاسب عليه. يعمل بقى لازم يكون قرار صح بقى، حينما يقتنع انه صح هو ما بيعملوش لوحده، بيعمله في مجلس الوزراء، هو يستشير مجلس الوزراء، ولكن يتحمل مسؤولية اصدار القرار. اما قالوا يا فندم انت موافق يا فندم احنا بنعرض الموضوع ده، مش رئيس وزراء. ونفس الحكايه بالنسبه للوزير، يقعد قالوا يا سياده رئيس وزراء احنا بعمل كذا، يبقى اشرق وزير. فالوزير في موقعه او رئيس وزراء في موقعه في حدود امكانياته وفي حدود رؤيته، ولما يجد موضوع يرى فيه قرار ياخد قرار ويتحمل مسؤوليته، ده الوزير. رئيس وزراء نفس الامر. فاذا كنت انا من الحاجات اللي اخذت عليا ان انا كنت باخد قرار دون ان استاذن، ما خلاص ما يهمش يعني. عشان مثل ونخر يعني، وبالتالي المواصفات الوزير مختلف. زي ما قلت في الاول خالص، انا في حاجه لاناس عندهم قدره ومعرفه بالعمل العام، بحيث انها تعرف كل مشاكل او كثير من مشاكل المجتمع اللي عايشه فيها، ارتباط ده بما يدور في المنطقه العربيه والاقليم كله، اثر وتاثره بالعالم كله. ساعتها ما يفرقش مع حضرتك اذا كان سياسي ولا تكنوقراط ولا رجل مش عمادي. ما هو المهم يبقى عنده وعي يعني. اي واحد بيبدا حياته علمي وبعدين يقلب كذا، ولكن المعرفه مفتوحه لكل حد. وبالتالي عشان نقول انه اذا كنا احنا اتكلمنا على اصلاح سياسي منتظرينه في شكل رئيس الدوله، ثم في شكل الحكومه، ثم مستوى الجهاز التشريعي، وثم اخيرا القضائي، بنقول الوضع الاقتصادي اللي هو يهم الناس كمان. احنا هنتكلم على الوضع الاقتصادي باستفاضه، انما عايزه احنا حلقتنا على الهواء والنهارده حصلت حاجات كتيره على راسها، ودي من الحاجات المربكه والمؤلمه كمان، انه 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 في مؤسسات كتيره مش بس حكوميه وخاصه، حصل فيها حاله تدافع من الموظفين والعاملين نحو رؤسائهم ورؤساء مجالس الاداره.
ايا كانوا الاشخاص دول رؤساء مجلس اداره ورؤساء ناس كويسين او مش كويسين، يعني مش دي القضيه. فكره انه النهارده كان في حاله انفلات في كتير من المؤسسات في القطاع الخاص والقطاع العام، موظفين يتجمعوا ويعلنوا الاضراب او يضربوا ويتهجموا على قيادتهم ويطالبوا باسقاطهم، يعني اسقاط النظام، اسقاط الرئيس، واسقاط كل القيادات على كل المستويات. احنا بنتكلم في بنوك، احنا بنتكلم في وزارات، احنا بنتكلم في شركات قطاع خاص، بنتكلم على مؤسسه زي مؤسسه التلفزيون، كل دي شهدت احداث كثيره جدا. لب هذه التظاهرات هو المطالبات اللي يعني او المظالم اللي تراكمت منذ سنوات. فالناس بتقول يا جماعة سقط النظام، ادونا حقنا. هنشوف تقرير وبعدين نسأل دكتور كمال الجنزوري اقتصاديا الناس دي ممكن تاخد حقها امتى وازاي ومن اين. جذر واحد بفروع كثيرة، والمطلب الرئيسي كان القضاء على الفساد وتحسين الأوضاع. ليطالب عشرات العمال صباح اليوم بتحسين أوضاعهم أمام هيئاتهم ومقار أعمالهم. ففي وزارة الصحة قام بعض من العاملين بالوزارة بوقفة احتجاجية، احتجاجا منهم على سياسة الإدارة وعدم تثبيت العمالة المؤقتة، وهو ما دعا وزير الصحة إلى الخروج إليهم والاستماع إلى مطالبهم. هي مشكلة بعض العاملين في المعامل بيشتكوا من المديرة بتاعتهم، فاحنا هنشوف المشكلة وهنشوف ايه المشكلة ونقعد مع المندوبين بتوعهم دلوقتي ونستمع للرأي، واي حاجة فيها خطأ تصحح، والعدل هو اللي بيسود في النهاية والحق هو اللي بيسود. فمهم ان احنا نتعامل مع المشكلة بصوت العقل. عندنا وكيلة وزارة جايبها الدكتور حاتم الجبلي، بتجهز في معامل وبتصرف في فلوس وبتدي ناس مرتبات تتعدى ال 15 وال 20 ألف جنيه، واحنا ناس بنقبض 500 جنيه و 600 جنيه. احنا دلوقتي مرتبات من شهر 12 ما قبضناهاش ليه؟ من شهر 11 احنا مكان بندخل دخل كل يوم ممكن بيعدي 400 ألف جنيه. فين الدخل بتاعنا؟ متعينين بقالنا مؤقتين بقالنا فترة طويلة وعايزين نثبت، ده طلبنا الوحيد يعني ان احنا نثبت. هذه الهتافات ليست ضد الرئيس السابق مبارك، وإنما ضد رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية، فقد تظاهر اليوم العشرات من موظفي البنك أمام مقر البنك بشارع قصر النيل، محتجين على ظروف العمل والتوزيع غير العادل للرواتب. بناخد مرتبات ضعيفة جدا، احنا قدام جدا، أقل واحد فينا 20 سنة و25 سنة و30 سنة. الموظفين اقل موظف بياخد مثلا من الجداد بياخد 30,000 و60 و160,000 جنيه. المرتبات في الحديد كلها، احنا عايزين نتساوى بالبنوك الثانيه. مطالبنا نمره واحد العداله. بس والعداله بتعني كتير، بتعني علاج طبي، بتعني مرتبات، بتعني حوافز. في حين احتج موظفو بنك التنميه والائتمان الزراعي على سياسه رئيس مجلس اداره البنك وعدم حصولهم على العلاوات ورفض تحسين رواتبهم حتى الآن. احنا اقل بنك موجود بالنسبة للبنوك كلها، عايزين نتساوى بالبنوك كلها التجارية، لان المعيشة عندنا غالية وما عدناش عارفين ناخد حوافز ولا ناخد مرتبات. مرتباتنا بقت اقل من اقل وزارة في الدنيا. مطالب البنك اولا ان رئيس مجلس الادارة ده يمشي، لانه اصلا خرب بنك الوطني وجاب مستشارين معاه وهو مرتبه ما يقلش عن مليون ونص. من الواضح أن تأثير ثورة 25 يناير لم يقف عند من كانوا في ميدانية تحرير، وإنما امتد ليزيل حاجز الخوف الذي عاش فيه المصريون لأعوام عدة، حتى أصبح كل مصري يطالب بحقوقه في الوقت الذي ينادي فيه الخبراء بعودة العمل في جميع القطاعات حتى تعود الحياة إلى مصر من جديد. يبدو أن الثورة المصرية قتلت جلادهم، فصباح اليوم خرج المئات من أفراد الشرطة والأمن العام عن صمتهم واحتشدوا في تظاهرة مطالبين بمحاكمة قيادات وزارة الداخلية. القيادات الفاسدة الله ينتقم منها اللي عملت فينا كده، القيادات الفاسدة هي اللي وصلت بالكلام ده واللي عملت الكلام ده. احنا غلابة واحنا من الشعب والشعب مننا وبنحب الشعب، واحنا نقول احنا والشعب واحد. داخلية ايه؟ هيئة مدنية بس فين حقوقنا؟
استاذ انت بتتكلمي بتقولي ليه انتوا اتكلمتوا دلوقتي؟ اقول لك ليه احنا اتكلمنا دلوقتي؟ اتكلمنا ان خلاص بقى في احوضيه، بقى في ديمقراطيه، يعني انا دلوقتي اكلمكم مش خايف ان انا اتصور ان واحد يعتقلني. الناس دي كلها قعدت 12 يوم حضرتك في الموقف اللي حصل، انا ما غبتش يوم واحد سيادتك. اللي احنا عملناه عشان خاطر نظلم من الشعب ومن القيادات ومن البلد كلها. ايام المظاهرات احنا واخدين تعليمات، واحنا عبد المامور واخدين تعليمات من القيادات بالانسحاب من الشارع. احنا غصب عننا دلوقتي واخدين تعليمات ان احنا نضرب في الخلق دي ما قدرناش، فغصب عننا لازم نتراجع من عن الضرب. لا ضربنا في الشعب ولا هنا الشعب، دي تعليمات جت لنا من الوزير، ربنا ينتقم منه. وامام قسم الدقي احتشد عشرات من رجال الشرطه مطالبين بضروره النظر في اوضاعهم التي فرضتها عليهم قياداتهم السابقه. دخلت مسيرات افراد الشرطه ميدان التحرير مرددين هتافات الشرطة والشعب يد واحدة، وانضم المتظاهرون بالمسيرة إلى أقرانهم أمام وزارة الداخلية للمطالبة بحقوقهم التي سكتوا عنها لأعوام طويلة. المحاكمة العسكرية بتطبق على الفرد وما بتطبقش على الضابط. حضرتك المستشفيات الشرطة احنا ما بنشوفهاش، بنروح التأمين الصحي. الوزير كان بيقول لك الوزارة بتاعتي بتبتدي من ملازم، بتبتدي من ملازم، ما احنا ايه؟ مفيش عدالة ما بيني وما بين ضباط الشرطة، بيتعالجوا أسرهم في مستشفيات الشرطة، أنا بروح أترمي بره في التأمين الصحي، ما بتعالجش، ماليش مساكن، الأمين بياخد 650 جنيه، ده مع الزيادات بتاعت السنة دي. أنت مش عاوز حد يسرق؟ اديه زيادة، اديله وقت صح، هو ما يسرقش، يقف بكرامة، تمام؟ ويحب الناس كلها، الناس تحبه، الناس كلها بتقول احنا بنمد ايدينا، ما احنا لازم نمد ايدينا، نمد ايدينا ليه؟ عشان خاطر لما وصل دلوقتي احنا مش لاقيين حتى بيوتنا، اللحمه دي ما نعرفش ندخلها في بيوتنا، اي حاجه ما نعرفش نتكلم فيها خالص. ليس باسمنا شعار يرفعه ابناء جهاز الشرطه ممن اجبروا على ما يكرهون، وممن لا يرضيهم ان يظلموا باعمال الكبار التي لم يشاركوا فيها. انها دعوه الى الشعب الذي نجح في الثوره أن ينجح على كل المستويات وأمام كل التحديات. بسنت شحاتة، العاشرة مساء. في ظلم في المؤسسه كبير، اولا الاجور وعلاوات وحوافز عمالين يشيلوها من الناس، وفي قراب واصول المؤسسه بتتباع. انا بقى لي 20 سنه هنا في الشركه شغال، بنعاني من الفساد ده كذا مره، نعاني من مجلس اداره كله، من رئيس مجلس اداره ورؤساء تحرير، هم السبب في نزيف الجرنان بتاعنا ما عادش بيتباع في السوق. نزل لي علاوه 15%. طبعا لما جيت ببص على العلاوه بتاعتي لقيتها 5%. دلوقتي احنا بقالنا اكتر من 6 سنين ومش راضيين يعينونا، وبنتعامل بذل وباهانه وبطريقه، وعمالين يهددونا عشان التعيين، مش عايزين يعينونا اصلا. وبعدين يوم ما صدر قرار التعيين قالوا لنا في شهر 7. مطالب ان الفساد يتشال وزمايلنا اللي مش معينين يعينوا، والعمال اللي هنا لازم العمال اللي هنا برضه يتحس بيهم، لان الناس دي بتلعب جامد جدا ومحدش بيحس بيهم. ما استحرت مثلا من النظام والرئيس والكلام ده، مش عارف نغير الاداره بتاعتنا ونظبطها. النظام اتغير وبقى في حريه راي، والثوره دي ادتنا حماس، ادتنا حماس، وكل واحد بيعبر عن رايه من غير اي حاجه، من غير خوف ومن غير اي حاجه. مطالبات الناس بتقريب الفروقات الرهيبة في الدخل، العدالة، فكرة انه يبقى فيه حد ادنى كريم للدخل وللمعيشة، كلها قرارات ما بين الاقتصاد والسياسة. واحد، ايه اللي ممكن يتعمل لكل هذه الفئات اللي زي ما تقال فيها حماسة، حماسة للمطالبة بالحق، وفي نفس الوقت كيف يؤمن اقتصاد هذا البلد هذه المطالب، وايه السياسه اللي ممكن يتم اتباعها في هذه الفتره؟ لا، انا زي ما قلت في الاول ان انا جيت فئات الشعب الكريم اللي هي بتسعى لمظاهرات عشان مطالبات فئويه، واقول انها مشروعه وانها ضروريه، وادي فرصه شهر حتى ما يبدا
الكيان السياسي يضع أقدامه في البداية، وبتكرر تاني دلوقتي نفس المجموعة، لأن الموجود دلوقتي فئتين، فئة المدنية كلها وفئة الشرطة. الشرطة قصة، فجأة لقوا الألف مشي هرب يعني، وهم في الشارع، وبعضهم كثير من المركز رجع القرى، وبالتالي هم